سعادة السفير ماهر عنان بدور سفير الجمهورية العربية السورية. سيدي الرئيس، أتشرف بتسليمكم أوراق الاعتماد بصفتي سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية العربية السورية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. شرف كثير إليكم بحضرة السيد رئيس البلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. كان لي شرف اللقاء مع السيد رئيس الجمهورية واستمعت منه لشرح كامل ومفصل لرؤيته ورغبته في تطوير العلاقة الثنائية بين سوريا والجزائر، وهو يتلاقى في رؤيته بشكل كبير ويتطابق مع رؤية السيد الرئيس بشار الأسد الذي يولي العلاقة الثنائية مع الجزائر اهتماما كبيرا. وآمل أن أوفق أنا وزميلي السيد السفير الجزائري في دمشق كمال بوشامة بأن نستطيع تنفيذ توجيهات الزعيمين الكبيرين والارتقاء بالعلاقة بين البلدين الشقيقين الحليفين إلى أعلى المستويات. شكرا جزيلا.